سمعنا امبارح ناس كتير بتتكلم في بدلاء الترجي وضعف الترجي. يا جماعة عيب، والله العظيم عيب وكفاية، لأن انتوا مش بتقللوا من النادي الأهلي. أصل إيه اللي هيقلل من نادي آخر 18 موسم أو آخر 18 سنة في إفريقيا واصل النهائي 11 مرة؟ إيه اللي يقلل منه؟ والله ما فيش حاجة هتقلل منه. يعني أنت اللي بتقلل من نفسك. الفريق اللي في آخر 18 موسم في إفريقيا من 2005 تحديدا لعب 11 نهائي ومحقق البطولة 7 مرات فيهم في الفترة دي، واللي بطولاته الإجمالية في دوري الأبطال 10 بطولات، أكبر أو ضعف أقرب منافس ليه اللي عنده 5 بطولات، 5، وخلينا في فكرة الخمسة عشان الحسد. إيه اللي يقلل منه؟ كلامك هيقلل منه؟ لا، بيحولك لبائس، بيحولك لحد مش قادر تهرب من اللي بيكتبه النادي الأهلي. فتعمل إيه؟ تدور على الوهم. وجوستاف لوبو في كتاب سيكولوجية الجماهير قال كده، قال إن الشخص اللي ما بيقدرش يحقق نجاحات توازي غيره بيدور على الأوهام. ليه؟ مسكنات مريحة نفسيا للبعض، ممكن تهدي البعض، ممكن تخليه ما يحسش بألامه، فيبدأ يقول إن الترجي أصل عشان فريق ضعيف. طب وفي كل المرات دي والنادي الأهلي اللي في نصف النهائي لرابع سنة على التوالي وفي طريقه إن هو يبقى في النهائي لرابع سنة على التوالي، في كل مرة الفرق اللي بتقابله ضعيفة؟ طب وإنت ما كسبتش الترجي ليه؟ الترجي اللي كان معاك في دور المجموعات مرتين في آخر 3 سنين، وفي المرتين وصل على حسابك وإنت خرجت من دور المجموعات، ما قدرتش تكسبه ليه طالما ضعيف؟ آخر 22 سنة فين؟ النادي الأهلي بيحقق البطولات دي آخر 22 سنة، بيحقق دوري الأبطال فيهم 7 مرات والبطولة ضعيفة والفرق ضعيفة، موافقك. طب أنت فين؟ اللي أنت بتقوله ده تقليل منك أنت، لأن معناها إن أنت أضعف من كل الفرق الضعيفة. هل بتبص للمنطق ده؟ أكيد لأ، لأن أنت همك إن أنت تقلل من فرحة النادي الأهلي وتقلل من فرحة جمهور النادي الأهلي، حتى لو هتقلل من نفسك عشان تعمل كده. بس ده مش هيقلل من النادي الأهلي حاجة، لأن النادي الأهلي كبير قوي. مش هقولك بص لنفسك، لأنك لو بصيت لنفسك وبعدها بصيت على النادي الأهلي هتلاقي فرق كبير. وأنا دايماً بقولها جملة، أعلى حتة في طموحك هي أقل نقطة في طموح النادي الأهلي، وده المشكلة الحقيقية اللي البعض بيحاول يهرب منها. قلتلكوا النادي الأهلي بره كتاب الكورة في إفريقيا وفي مصر، ولما توصل لنهاية الكتاب وتوصل لآخر صفحة هتكتشف إن كتاب الكورة في إفريقيا تم كتابته بواسطة النادي الأهلي، وكانت دي الخدعة الكبرى. إن كل الناس لها أدوار، بس البطل والمؤلف هو النادي الأهلي. ده كان تعقيبنا على فوز النادي الأهلي على الترجي في مباراة كانت كبيرة جدا بيكتب النادي الأهلي فيها تاريخ، ورسالة للبعض اللي بيحاول يقلل من تاريخ النادي الأهلي اللي صعب قوي حد يقلل منه.